مع بنت رمضان. الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى. أكيد ما نجم كان يكون بنا أخرى. مرحبا بالناس كل معضلة الموجة علينا عد صعيدنا التتالي. هي بنة رمضان ترجع لكم كما العادة من الاثنين حتى للجمعة دائما بمختلف الفقرات. إن شاء الله هكا نهلوا عليكم بالبركة بالإيجابية بالحاجات الحلوة والمزيانة الكل. إن شاء الله الناس كل عادة بون ويكاند. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نبدأوها بالصيام بالبركة وتفطروا بالبركة إن شاء الله. احنا دائما معكم تعودتوا بينا دائما بالفقرات بالتشنشينات بالدبارة بالحكايات هذه كله معكم انتم واكثر. تحية الناس الكل اللي قاعدة تتابع فينا من خارج اراضي الوطن وايضا على الباج اوفيسيال متاعنا سور فيسبوك. تحية ايضا لتوكال اللي ديما مأمنة الحصة من بداية شهر رمضان المعظم اللي ديما 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 معانا وديما مونستكم. اكيد كنقولوا لهريسة نقولوا توكال، كنقولوا طماطم نقولوا توكال بما ان احنا دائما اذاعة الصحة. نجمو نكونو كان لهين بصحتكم وبالحاجات الصحية. نحكيو على دي برودوي ما فيهمش مصبر، دي برودوي مختارين من أعز ما فما وبأيدي تونسية أمية بالمية. أيضا تحية كبيرة لسمونة اللي باش يهدي لكم دي فونداج بقيمة 50 دينار للي تحب تبدل المعون، للي تحب هكا تشري معون قبل العيد والا تخوى كمستلزمات العيد. اكيد احنا نودوها بون دشار قيمه 50 دينار. سينو ايضا تحيه كبيره برشا لي فارماسيرين اللي تامن لكم لي كادو للحصه كيما كل يوم. و ايضا نحكيو على لي زارتيكل مامون اي بيبي. نحكيو زاد على الفريق جي اس ام اللي ديما مدللكم باللي تابلت باللي فابلت باللي زارتيكل تكنولوجيك الكل. هذه كل دليل هذه كل ما تلقاو كان في بنت رمضان. ما عليكم كان تكلمونا على ارقام الهواتف تاعنا على 70 035 120 70 035 120. تدخلوا معنا اكيد عندكم كادو يعمل 66 كيف خاطر ديما ربحين على الحياه اف ام. سينو اكيب كاملة على ذمتكم كيما كل يوم. تحية كبيرة برشا برشا للكيب تكنيك لليوم اللي باش ترافقكم. تحية لزميلنا احمد المخلوفي في الاخراج التقني، زميلنا سهيل في اخراج الديجيتال، زميلتنا انس في الامبلوسمون وفي الديكوراسيون للستوديو. وايضا بعد شوية هكا تنجموا تكلموا تستقبلكم بالكلام الحلو والمزيان. سينو معكم نور بيجي من قدام الميكرو ودائما معنا فريق كامل ودائما محضرينكم المفاجآت. مرحبا حمزة بالشيخ. عسلامة. مرحبا نور. عسلامة ليكيب الكل. صلاح مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله بداية اسبوع ان شاء الله تكون موفقة يا سيدي. محليك بالشاشية شيء بالنوارة. أيوة هذه تسمى النوارة. النوارة هذه هي معناها. أي والنوارة فيها الطويلة وفيها القصيرة. الطويلة اللي هي يلبسها كما نقولوا الباشوات وال كما نقولوا الأعيان البلاد والفنانين الطويل فهمني. والقصار يلبسوها الشيوخة والقضاة وال سيدي. يا سيدي دائما حاجة عندها حاجة عندها سيفيكاسيون. يا سيدي منور عايشة. الله ينوركم. محلى لبستك ومحلى ال وكالعادة مع شاشية الزنار. الزنار صحيح بيان سور افيكتيفون. يا سيدي محلى طلتك ان شاء الله ديما هكا. وعلى فكرة توا دخلنا في الطاش. عرفت الطاش هكا اللي 17 ليت 18 ليت 19 معناها توا رمضان سيطاش مع السباحة مع الوقت سي بون بريسك عدوا في رمضان ولا يمات الحلوة في ساعة ما تتعدى. صلاح يا مرحبا. يا مساء الفل. مساء النور نور يا حمزة بالدخلة الجميلة اللي انت بتعملها ده. ومساء الخير يا نور يا عيسك ولكل السادة المستمعين راديو إذاعة الحياة. الله يخليك. طبعا بداية أسبوع يا رب تكون بداية موفقة إن شاء الله في شهر فضيل ومستمعين زي العسل. النهاردة في قبل ما أدخل كده في رسالة كده عاوز في عجالة كده اسمها رسالة من القلب.
عن موقف حصل. كنت النهاردة في أحد الأماكن يعني قريبة من القيروان ودخلت لزيارة المقابر أحد الناس كده بقرأ الفاتحة وما تيسر وربنا يرحم أمواتنا جميعا. أمين يا رب. فكان جنبي واحد يعني بيقرأ، فبعدين جي وصل عندي يعني عندي آية، وإن بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فجاء في دماغي حاجة كده، إحنا في شهر المرحمة وفي شهر السماح وفي شهر المسامحة، وحتى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له، وحتى ربنا بيحب العباد التوابين وبيحب عباده اللي يعني بيخطئوا علشان يرجعوا له تاني. فليه ما نعملش يوم اسمه يوم التسامح وكل واحد بيبدأ بنفسه؟ صحيح. مين فينا ما بيغلطش؟ ومين فينا مش خطاء؟ يعني كل بني آدم خطاء. ممكن أكون أنا بتعامل معاك بحاجة من وجهة نظري شايفها صح، لكن أنت بعقلك وبتفكيرك أنت شايفها بطريقة أخرى فبتفهمني غلط. ممكن يكون زعلك مني على قد الموقف، لكن تسامحك على قدر محبتك في قلبي ومحبتي ليك. فكل واحد زعلان من واحد يستسمحه، وكل واحد بشهر الفضيل. انا عن نفسي يعني انا حتى بالمناسبه يمكن يكون في حد من اهلي في مصر حاليا بيسمعني وبوجه لهم التحيه وبقول لهم وحشتونا جدا. وفي احد الاشخاص بالنسبه عن نفسي انا هبدا، لان لازم الواحد يكون قدوه لنفسه قبل اي حد. في حد معين في حياتي دايما الشخص ده دايما بقول له يا انا، يعني انا وهو يعتبر يعني هو مرآتي وانا مرآته، واكيد في حياه كل واحد هو شخص انتيمه والمرآة بتاعته. فانا عن نفسي بقول لاي حد واحنا في شهر الرحمه انا غلطت فيك سامحني، واي حد غلط فيا انا مسامحه، لان في حد عزيز جدا وحد غالي جدا وحد هو بالنسبه لي انا. وكنت دايما اقول له يا اشيخ، اشيخ دي باللهجه الدمياطي يعني يا حلو او يا جامد او حاجه حلوه يعني. فانا بقول لاي حد انا غلطت فيه بقول للشخص ده بالذات حقك عليا وما تزعلش، ويا ريت كل واحد غلطان من حد يستسمحه في شهر المغفره وشهر الفضل وشهر الاحسان، لان بحبه جدا جدا جدا، وربنا يبارك في كل واحد بيحب انسان. دي الرساله اللي انا حبيت اقولها. والنهارده ان شاء الله معانا مفاجاه وقصه جميله جدا على غير العاده. ومعلش بقى انا طولت في المقدمه، بس رساله من القلب كان لازم ان انا ابدا بيها على خاطر ان انا اوصل صوتي ورساله كل الناس لشخص انا بحبه وشخص كل واحد حد بيحبه في حياته. ليه يعطيك صحة حقيقة على المقدمة. هو لمحالة كل يوم لازم يكون يوم التسامح، أما بقلي فيه يوم عالمي، يوم عالمي. لا على فكرة التسامح. اللي بيحب الناس والحب أو المحبة ما لهاش علاقة، يعني مثلا بالاحتفال بالأم مش محتاجة يوم، الاحتفال بالمولد النبي مش محتاجة يوم. شفت لما يكون في حد في حياتك انت دايما والله العظيم تقول له يا انا، يعني هو الشخص ده خلاص بقى جزء اساسي من حياتك، وتيجي انت تزعله هتلاقي الحياه بالنسبه لك كآبه اساسا. لو نزع الحب من القلوب فماذا يبقى لنا؟ مفيش حاجه بعد الحب. بالضبط. هو شهر كامل، شهر الرحمه وشهر التسامح، شهر الهدى والتقى والنور والقران. شهر انعم به المولى على الانسان، شهر الصيام اذا ما جاء يمطرنا غيث السماح وبرد الصفح والغفران، فاحسنوا وتصافحوا وتسامحوا يسامحكم الله. ما فيش احلى من هيك، ما فيش احلى من هيك. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله ديما هكا متلحمين متسامحين مع بعضنا، اكيد متكافلين، خاصه ان شاء الله ربي يدوم العشره ان شاء الله هكا، حد ما عنده حتى ضغينه هكا في القلب يا ربي، وان شاء الله ديما القلوب صافيه والقلوب بيضاء. يعطيك الصحه يا صلاح على هالدخله المزينه. ان شاء الله هكا نكونوا بعثنا لكم الموجات هذه وموجات التسامح. ميسيج انت اللي قاعده تسمع فيا، ميسيج شو نجم تهز التليفون هكا، العبد عزيز عليك عندك مديده ما كلمتوش، ميسيج كي تبادر انت يا خويا وتسال عليه، ميسيج كي تهز التليفون وتسامح عبد عندك هكا مديده هكا تكلوا حتى من بينتكم ان سوسي هكا صغير، ميسيج به كي نبادروا به كي نسامحوا ونكبروا قلوبنا خاصه. الو محلاها الدخله يا صلاح. الله يخليك ان شاء الله ديما هكا متسامحين وقلوبنا كبيرة أعلى بعضنا إن شاء الله. سينما باش تكون فما برشا مفاجأة كيف العادة، بعد شوية باش يكون بحضنا الشيف أمين، ما تخافوش باش يكون محضر لكم كيف ما العادة الغسيت ما بين المالح وما بين الحلو في غسيت تشيكال. تشنشنتنا باش تكون حاضرة، وانتوما تنجموا تدخلوا معنا أكيد راهو خذوها من عندنا غارونتي يا كولي حمزة 100% فما الربح يعني 100% أكدولكم والكدوات على كلونيا كريمة متنوعة برشا حاجات تحب هكا تحب هكا كل شيء على كلونيا تيكال على كلونيا تيكال. وعليكم كي تكلمونا على 70 05 30 120 70 05
35 اني ونشي. مرحبا بالناس الكل اللي معضلة الموجة، لان هذه هي كيفي. وهالكمون منين؟ نحن نقول لكم الكمون والتيبل والكروية وكل شيء جبوهم لكم بند شوية أكيد في الغسيت. خليكم دائما برانشي سينا وقيت هذا دعوات وبيل وقيت تشنشينا وقيت تشنشينا تشنشينا. أي سيدي تشنشينتنا لليوم كما العادة سهلة ومنقع الخابية، وجبهنا حمزة بالشيخ تقول على خضرة بجنب حمراء ما بين العواد المسقفين، هذا قول عبد الصمد ما يعرفوه كان العارفين. على خضرة بجنب حمراء ما بين العواد المسقفين، هذا قول عبد الصمد ما يعرفوه كان العارفين. هذه تنشينتنا لليلة او لليوم بلوتو. الوغ فيها متكونه من كلمتين، هي باش نسهل عليهم شويه ساده المستمعين. هو قال لك فتشنشينه، شنو قال لك؟ ما بين العواد المزقفين، هذه حاجه. وبعد قال لك هذا قول عبد الصمد ما يعرفوا كان العارفين. العارفين ما يعرفوه كان العارفين. فوالا قول عبد الصمد شكون معناه خليقه. خليقه بالضبط. الوغ نجم نقولهم راي هما حاجتين ما بينتهم معناها الواو وهم الحاجتين بخيس بحذا بعضهم، معناها كي تعرفوا اوتوماتيكمون باش تعرف الثانيه. الوغ سهله برشا، كان عرفتوا الاجابه تنجموا تخليوها على الباج اوفيسيال نتاعنا وتحت هكا البوبليكاسيون التشنشينا. ما تنساوش اللي كل جمعه عنا انتيراج او سوغ، وتنجموا تدخلوا معنا في التيراج هذا وتربحوا كادو مزيان من اهداء لفريقي جاسم. سينو زاده خطوطنا دائما مفتوحه لكم انتم على 70 035 120، 70 035 120 باش تدخلوا معنا وتربحوا الكادوات اللي عندنا في الاستوديو اكيد. سينو هذه كانت تشنشينتنا لليوم. وقيت التشنشينا تشنشينا. اي سيدي بعد شويه نحضروا كل الوديقه والستيلو ونبداو على بركه الله. بعد شويه غسيت تشكال في الملح هو الحلو. انا قالت لي العصفوره اللي الصلاح نهار الجمعه عمل كسكسي ونجح ابارمون. انا هكا قالوا لي هو اللي يتبع الغسيت نتاع الشيف. لا مش عصفور، ده شكله غراب ده. لا انا مش جوني كان العصافير والكتاكيت. ايوه عملت الكسكسي، عملت محاوله كده كان أيوة. اول مره اعمل محاوله يعني ملينا واحده واحده كما قال. لا ما كيفاش عملت لا 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 الروسيت بالضبط ما اقدرش اشرح لك لان دي حاجه اول مره اعملها. يتحمر ويدخل الكوجينه، عرفت بيتهوفن. لا شوف اقول لك على حاجه انا متمكن منها وبعملها. دي ما شاء الله يعني اعملها لك وانا مغمض واقول لك التفاصيل بتاعتها. اما دي انا اول مره عملتها كده مع نفسي، غشيت شويه من المفيد يتاكل معناها هي اي حاجه تتاكل. واعتقد ان هي شكل الكسكسي. احمر عملته هكا احمر. احمر وبيش باللحم لا لا اللحم بتاع العلوج ده بالمناسبه ماكلوش خالص. انا مشوي بس. انما لان عندنا في ثقافتنا او حتى في مصر معظم اكلنا اللي هو لحم العجول العجول. تمام. هنا العلوش اللي هو المشوي او اعمله كفته او كباب او الحاجات دي. بالنسبه للكسكسي شويه شويه كده عملت شويه، اما اكلت منه بس اعتقد ان هو كان كويس. اعتقد اعتقاد الشخصي. ايش نعطيك الكسكسي نتاعنا وجي فيه الخضره، حطيت فيه خضره على الاقل. اش حطيت فيه؟ اش حطيت؟ خلينا نفهم يا حمزه نشوفوا الكسكسي نتاع المصري كيفاش جاي. فيهوش يطرف هكا قراع في فلفل وبطاطا وبطاطا وشوية قراع وقراع انا هو سعلا عنا زوز القراع الاحمر ولا الاخضر؟ الاحمر الاخضر ده بيتعمل على السلطة. الله يعني الكفتيجي. لا هو المحل النجم نعمله حتى بالاخضر قراع بوتوزينة. ولا اما والله يا سيدي هو كسكسي تونسي هذا. هو الاسم كسكسي، الطعم بقى يعني الحمد لله كسكسي برضه يعني. بهكا شنو الفحات اللي استعملتها؟ فما هكا بهارات اللي استعملتها في انت مصممه دائما تزنقيني وتحطيني في كورنر كده. والله مش نشوف هكا، انا عارفه راهي كتجربه اولى، اما هكا نشوف. لا انا شوف كما يقول الشيف راهو التطيب يتحط فيه كل شيء.
راهي كوجينا اكيد طبعا، يعني خاطر نفوس فين الشيف والله يجي يخلصني من الزنقه اللي انا فيها دي. حتى لو كان يجي الشيف مش في خلصك. لا هو هو عموما انا لما باجي طيب اي حاجه او بطبخ اي حاجه فيها تونسيه لازم يعني اسيب فيها يعني بصمه مصريه تونسيه. ايوه حتى مثلا لما باجي اعمل كباب وكفته، ما انا كنت تخصص اساسا المشويات كمان. الحاجه دي كنت بعملها والمشويات والفراخ المشويه ده تخصص انا فيه. كنت دايما بحط فيه شويه الفواحات او التوابل التونسيه، يعني فلفل احمر ده ما بيتحطش، كنت بحط الفلفل الاحمر بتاعه. كنت بحط فيه مثلا في بعض الحاجات كنت بحط فيها شويه تابل. تمام. أيوة. لازم ادخل فيها الحاجه التونسيه، الحاجه التونسية. هنا في تونس على ما اعتقد ما يحبوش الحاجه فيها فلفل اكحل كتير، في اللاجحة اللي يحبوا الفلفل الأحمر أو الحاجة الحارة أكتر من الحاجة المالحة، بعكس عندنا في مصر. فهمت. يحبوا الملح أكتر، ناكل الملح أكتر. أيوة. حتى عندنا مثلا أنا حتى من فترة قريبة كنت بتكلم مع صديق ليا تونسي، بقول له يا عم أنا من ساعة ما جيت هنا تعودت على حاجات غريبة. قال لي إيه؟ قلت له مستحيل، كنت أقوم الصبح أفطر حاجة حلوة، يعني اللي هو الشامية والمعجون اللي هو المعجون المربى والحاجات دي ما كنتش خالص أكلها خالص الصبح. ناكل الطعمية والفول الجبنه القديمه والزيتون. أيوة. والترشي والحاجات دي هنا بس حاجه حلوه على فكره، ان الانسان ياكل حاجه فيها سكر او سكريات تديله كربوهيدرات وطاقه كويسه. كنا بنعوض عنها بقى بالفول والطعميه والحاجات دي. والله ان شاء الله بالصحه وبالهنا وبالشفاء. سينو احنا دائما اللونتين محلول للناس اللي كنا نحبوا نسمعوا اصواتكم. عنا تليفون، عنا ايمنه في التليفون. مرحبا يا ايمنه. عسلامه. مرحبا يا لالا. مرحبا بيك. شنو احوالك انت؟ رمضانكم مبروك. يعيشك الله يخليك. شي حوالك يا ايمنة؟ ما يسيلش احنا ديما نهنيو حتى الاخر رمضان وبعد كده نقعدوا التثيب اللي بعد نعيدوا. منين تكلم فينا يا ايمنة؟ من قرواء. مرحبا بيك يا لالا. مستمعة الضيوف اللي بحذاك. يعيشك يا لالا، هذوما ولاد الدار عاد، هذوما ولاد الدار. مرحبا بيك انت وكل سنه وانت طيب. الدار الكبيره راك. جيبهم يا نور ويجا بحذايا نهار. يعيشك يا لله، الله يخليك. تعمل لنا الكسكسي نتاع صلاح. يا عم لا لا بلاش بقى الكسكسي بتاعي بقى. اذا حضر الماء بطل التيمم. يعني بالضبط. يا ايمنة مستمعه دائما وفيه معنا في بنت رمضان. اي لالا مرحبا بيك وان شاء الله هكا ديما معانا. الوغ ديما هكا تقيد لي روسيت نتاع الشيف. والله ساعة هكا تاخذ افكار. عندي بنت اختي هدايا بها ما تخلينيش. كيفاش طيب هي؟ لي بنت اختي صغيرة معناها لهي. تولي ما تخليكش تركز. عندك الحق كهو. طيب الاخت امنة النهارده طبخة ايه النهارده بقى على الفطار ان شاء الله؟ مرقة خضرة. ايوه ومعاصم. وسلطة. بالهنا والشفاء يا رب. ان شاء الله بال الشوربه دي وجبه اساسيه على الفطار في تونس على فكره. صحيت ديما عنا ال نهار اللي مشيت جوب حذايا تقولوا لي ونطيب اللي يجي. الله 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 ربي يعيشك يا لالا. محليك ومحلى طلتك. اعطينا احنا هكا نسمع صوتك ونشوفوا اللي انت بخير والصحه بخير. هذه اللي به الفايده. به شوف امنه، احنا عنا برشا كادويت فهمتني؟ واحنا نحبوا نربحوك كادو. انت ساعة هكا عندك بيبي ولا ايه؟ عندي بيبي بنت اختي. قداش عمرها البيبي؟ 4 سنين. 4 سنين. به الوغ تولي نعطيوها كادو ما اكبر شوية. كادو ليك انت. شنو الكادوين؟ قول لي شنو الكادوين؟ هذايا كادو عندنا اكيد من اهداء فرما سيرين. كادو للبيبي، فيه هكا التخوس نتاع البيبي، فيه مستلزمات البيبي الكل من لي لوسيون من الجيل دوش من البارفان، فيه برشا حاجات. وفما اكيد الحاجات للمامون اللي كيفك انت هكا ولا هكا لادولت، فيه الجيل دوش وفيه لي سوان الكل اللي تسحقهم اي هكا امراه. راك تحب تود روحك انت ولا تود بنت اختك؟ يا ايمنه. نعم. تود روحك انت ولا كادو لبنت اختك؟ نود بنت اختي. بنت اختك كادو بيبي. بي. الله 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 يا لالا ان شاء الله ربي يفضلها لك. به الوغ انا مش نسلك حويجه خفيفه برك. عندك شي فكره هكا تتفكر شي روسيت من لي روسيت اللي عطاهم الشيف؟ يعني مش باش تعطيني الروسيت كامله، جست هكا ماكله طيبه هكا قال عليها الشيف. حويجه.
هو عملنا كسكسي صحيح صحيح عملنا كسكسي مش اسهل من كده بقى اما الكسكسي هو لمحالة برزجين عملنا البرزجين تعرف البرزجين يا امنا البرزجين برزجين مش البرزجين يعطيك الصحة هذه اللي أظهر بالحليبي طيبوه الفيكة يعطيك الصحة هذه هو اللي عملناه احنا وعملوا الشيف ونمودكم ولا نشهيكم لا قولي انا حبيت عاد شانشينا انت تحب عاد شانشينا عندك حل شانشينا عندي اعطيني اقتراح كبدة والمرارة ينجميكو انا باش نعطي الحل اخر الحصة اما اللي متأكدينه يا امنة اللي انت ربحتم معاه الكادورة معناها هذية ما فيوش شك يا امنة هذية انت ربحت معانا الكادو اكيد وقت نجم تخلي هكا الاجابة امتاعك في الباج اوفيسيال هكا تنجم زاد تربح كادو اخر من هدي الفريقي جي اس ام يا امنه طلتك محلاها وصوتك محلاها ربي ينور ان شاء الله ديما هكا نسمع صوتك علاش كنت حاب تسلم انت نور وربي منورك الله 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 عيشك يا لله ربي فضلك هاك الفوانيس اللي بحذيك صلاح وحمزه الله يخليك الله يخليك زويك والله الكل يعيشك يا لله وصل يا لله سلامك وان شاء الله ديما هكا تسمع فينا وان شاء الله ديما هكا الحياه فيم معاكم وديما مفرحتكم انتوما زاد تنجموا تكونوا كيما امنه وقت تدخلوا معانا وتربحوا كادويت يعملوا 66 كيف كي تدخلوا معانا على 70 035 120 70 035 120. امنه عطات اقتراح بالنسبه للتشرشينه نتاعنا كان عندكم اقتراح مغاير والا نجم يكون تشاركوها الراي زيدا نجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم على الباج اوفيسيال نتاعنا الوغ توا برسك ماضي 43 دقيقه وقيت الناس تمشي بدات الكوجينه صحيح حمزه هكا ولا واحنا اكيد الحمد لله الشفامين نورنا في الاستوديو وصل اسمي لمالي الكروش النهارده وصل فوالا يا مرحبا باولاد سيدي طلوا جماعه سلوا سيوفهم لماعه يا مرحبا باولاد سيدي طلوا عشية يا بخت كم صديق حمزه مرحبا بيك يا شيف ومرحبا بطلتك بكره هاجي متاخر واشوف هتعمل ايه معايا اسيدي هذه هو جوله هذه هي لمتنا تحضروا كل ورقه والستيلو بعد شويه اكيد باش نبداو معاكم دائما في غوسيت توكال انا عاشق يا مولاتي هذه ديديكاس من ليكم الكل اللي قاعدين برونشي وتسمعوا فينا مرحبا بالناس الكل على الحياه تفهم بنت رمضان وقيت نحضروا المنيو تاع اليوم دائما اكيد مع الشيف امين في غوسيت توكال Recette tucal. شيف منورنا دائما شيف بحذينا ودائما محضرنا المالح والحلو والخيرات السبعه الكل مرحبا بك شيف امين مرحبا نور مرحبا حمزه مرحبا صالح مساء النور ان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم كله فرحه قادر اليوم باش ندخلوا شويه فرحه كان نذكروا شويه حكايات نتاع صغر وباش نعملوا هكا شويه ربيل نتاع يمات بحر ولد بحر اسمع لما مزيان هكا لما مزيان بالتحديد باش تزنى تقريب هو اكله اشتهرت بها مدينه الشابه معناها الشابه تبع ولايه المهدية بالطبيعه باش نعملوا اليوم هكم سويت باش نعملوا برغل العصبان الكلمار سميوه احنا برغل بالعصبان البحري برغل بالعصبان البحري الله باش نعملوا هكا باش نعملوا راهو جاي ديبيت سومين باش ميت عرفت انا هو هكا ديبيت سومين دخله بقوه طول برغل بالعصبان البحري ندخلوا قوية فهمتي باش نلقاو ما نرخفوا وسط الجمعه انت
انت المهاجم بتاعنا يا شيخ على فكره. يا ريتك كنت هنا شويه. عباره شدة اليوم، عباره نار راحه، نار راحه بتاعنا واضح. دونك باش نبداو بالليزانغريديون بتاعنا بالطبيعه، باش نخدموا بالطبيعه لسيس بيرسون، معناها العائله متوسطه الحجم معناها في العدد. نبداو 500 غرام برغل، 500 غرام برغل نجمو ناخذو صبه ولا بالطبيعه معناها بكويت. بكويت كل واحد وشنو يحب موجود، هو الصبه بالطبيعه. تما كي برغل الجويد برغل لا برغل الصلب ما فماش هو البرغل في الجويد الخشيم. برغل الستاندار تاي ستاندار اي ايوا. دونك باش نسحقوا شويه كالمار اللي هو معناه ود بحر كله، نسحقوا 500 غرام كالمار. باش نسحقوا بالطبيعه طومات كونسونتري نتاع تشكال ولا هروس، هذوك الملح ما يغيبوا على طعام. نسحقوا مغرفتين طومات كونسونتري وشطر مغرفه هروس. بالنسبه للفاحات نتاعنا ديما ناخذوا معناها شطر مغرفه هي ستاندار للفاحات هذوما الكل. باش نسحقوا فيه كركم، ملح، فلفل اكحل، كمون وشويه ثوم مرح. بالنسبة للفارس متاع الكلامار متاعنا احنا وشنو عنا في الفريجيدير ديما تويتي، مثلا عنا روز خليناه ابيض مثلا بيت من البارحة، عنا مثلا حاجات في الفرويد مهر نحب نخرجهم وقت مقرب. انا مش نعمل فارس متاعي ستاندار، نجمو نعملوه حتى بالبرغل ونزيدوه احنا الفارس شوية بصل شوية معدنوس على كتروف، معناها نقولوا احنا السوابع نتاع الكلمار هذوك في عظم طيشوهم نحطوهم في الفارس. أيوة. نجمو ناخذوا مثلا كعبه قرنيط صغار طيبناهم وما استعملناهمش، نجمو ناخذوا مثلا من كعبه الكروفيت اليوم نقربوا هكا بداو يكحلوا شويه. نجمو ديما الفارس انا ديما نفضل انه من الحاجات اللي ديجا معناها موجودين وماناش نستعملوا فيهم. نجمو حتى نعملوا فارس ستاندار او معناها قولوا احنا شويه معدنوس شويه بصل وتعدى معناتها تنجم تزيدوا برغل ولا روز بالطبيعه. واضح. دونك بالنسبه للفارس نتاعي انا قلت خلينا نحط شويه شويبي شويه كروفيت شويه فلا شويه قرنيط مسكي معناها القرنيط الصغير. باش نسحقوا بصله بالطبيعه مش نسحقوا معدنوس قلنا احنا ديجا الفارس، نجمو نستعملوا الشبت زاد في وضع المعدنوس. الشبت ينجح ينجح سورتو مع لي برودوي دو مير بالطبيعه. وتوا السيزون تاع البسباس نجمو نستعملوا العرشه تاع البسباس اللي نعملوها احنا في الفرفوش بالطبيعه. دونك نبداو بالبريباراسيون تاعنا. لاستوس الاولى ديما نبداو بالبرغل، ناخذ البرغل نصبوا عليه ما يغلي، ناخذو نحطو نفرغو في معون صبوا عليه ما يغلي باش يقر. اذا هو صب يخرج هاك فما شويه ساعات دي غرومو شويه بسخ فيه يطلع الكل معناه يطلع فوق الماء نظفو هذاك. اذا هو ديجا باكويت نعملوه احنا باش نلينو بيه باش نرطبو بيه البرغل نتاعو، خاطر البرغل اذا باش طيبو طول ياخذ برشا وقت. كي تعمل لاكت هذايا تربحك برشا وقت، لو طون اللي انت صبيت معناها الماء هذاك اللي ديجا يغلي على البرغل خليه يرتاح لمدة ساعة. فما إذا باش تستعملوا في سلاطة هذا زاد أستوس، إذا باش تستعملوا في سلاطة ما تسحقش الطيب وديجا هو طاب بالماء اللي يغلي هذاك. إذا ماكش معناها باش تستعملوا في البريباراسيون كيما باش نستعملوا اليوم باش نزيدوه تطيبة خفيفة تاع مدة 20 دقيقة ماكسيموم. دونك ناخذوا كعبة الكالمار نتاعنا ننظفوهم ونفرغوهم، ناخذوا الفرس نتاعنا نقصوه مكعبات صغار نقليوه بالطبيعه شويه زبده وشويه بصل وشويه ثوم، نزيدوهم المعدنوس نزيدوهم ملح وفلفل اكحل. نعملوا الفرس نتاعنا نفرسيو كعبه الكالمار نسكروهم كعبه كوردون، ولا اذا عندنا شويه وسع بال نخيطوهم. نخيطوهم كيلونس بال نعملوهم هاي نعملوهم هودو بريفيرونس نخيطوها باش ما تفردش. باش ما تفردش هو حتى في الشارم نتاعها كي تبدا محطوطه هكا ولا سورتو تبدا كعبه كبيره راهي تبدا مخبطه ومن بعد تجي تحلها قدام صحيح 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 تحلها فردتك. ناخذوا كعبه الكلامار اللي ديجا معناها نقولوا احنا فارسي، قليهم في شويه بصل شويه ثوم، نزيدوا الطومات كونسونتري تيكال نتاعنا البنينه بالطبيعه باش نسحقوا ديجا قلنا زوز مغرف، باش نزيدوا شويه شطر مغرفه هروس باش مش نسحقوا برشا ثوم بالطبيعه خاطر الهروس نتاعنا مفوح بنين ديجا فيه ثوم. نحطوا السيزونمون معناها الفحات، نحطوا الكركم، نحطوا فلفل اكحل شويه ملح، الكمون ديما ماذا بيا في الاخر دوبليش كمون
والفرويد مير بصفه عامه راه ما يسحقش برشا فيها خاطر برشا فيح وبرشا تحرحير راه يضيعوا البوم تاع الوحده الحوت ولا والتبحر معناها نقولوا احنا بوم تاعو خفيف دونك كاهو نبداو معناها هذوك نقليهم الكل مع بعضهم كسروهم شويه ماء ومن بعد نخلطوا البرغل في التقليه كيف كيف باش نعملوه كيما فاسون ريزوتو نقولوا احنا ديما انا مثلا سوا البرغل سوا الروز كل نقليه مش يسيبك النشا نتاعو ويعطيني كونسيستانت كونسيستانس بالطبيعه تكون معناها ليي بيان ليي مش هيك اللي تبدا ميصه ولا نقولوا هاي جاتنا طمطمة ولا جاتنا فيها برشا يديم ديما كي نقلي هذاك توسكي فيكولون معناها العجين بصفة عامة يعطيني كنشا ويعطيني ليزون مزيانة معناها البريباراسيون تاعي بالنسبة باش نمرقوا نمرقوا ديما مرة واشتر الكونتيتي نتاع البرغل هذه نفس لاستيوس نعطيها للروس معناها إذا باش ننفخوها بيع احنا خاطر حطيت مرة واشتر خاطر نفخناه لمدة ساعة والروس كيف كيف زادا كي نفخوه نعطيوه مرة واشتر مويمو معناها مرقان نقولوا احنا نمرقوه مرة واشتر إذا ما نفخناهش وكل حطوا من مرتين الأقل شوية مثلا 1.7 1.8 عادكش المرتين هكا نخليو هذا يطيب غطيو عليه خليو يطيب على نار هادية لمدة 20 دقيقة لين ينشحك الماء هذاك الكل نلقاو سي البرغل نتاعنا حاضر جو باهي أموره طيب فما أسوس أخرى نجمو نفوروه البرغل كملوا معنا كمالة الكويسون نتاعو نفور فوروه بعد نصبوا عليه السوس هذيك ولا نعملوه كيما الفاسون تاع الروز الجربي نعملوا معناها التومات كونسونتري والفاح ونحطوا كل بصل ومعدنوس وكل ونحطوه يتفور لمدة 35 دقيقة ل 40 دقيقة دونك هذا برا المالحة نتاعنا بالنسبة لليوم هذه البرغل بالعصبان البحري الوغ كيما قال الشيف ما تكثرش برشا من اللفحات باش هكا ولد البحر ولا الكلمة ما يضيعش الجو تقعد حاجة بنينة برشا برشا البلان اللي عملناه اليوم بور سي بيرسون سافا نسول هيلثي هيلثي مش خايب باهي باهي سافا عادي حقيقة راهو البرغل خير من الكسكسي والمكرونة راو صحيا وفي برشا منافع قوي البدن بالقدرة مفيد 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 على الاخر صح صح بي هذه فيما يخص الغوسيت بتاعنا المارحة نمشيو للغوسيت الحلو ندخلوا طول في صلب الموضوع في صلب الموضوع مش نعملوا كيك اليوم مش نعملوا كيك بالفريز كيك بالفريز على خاطر قاعدك شوية الفريز قاعد يهبط في السوق صحيح غالي شوية أما بدي موجود على فكره راه باش سامحني باش نرجع شويه للمالح احنا ديجا في الفان دافريل معناها ديبي ماي معناها بريسك في اخر رمضان راه فما سيزون تاع الكروفيت نتاع ولد البحر بصفه راه الصوم يتيح معناها بالبيت نجمو ناخذوا احنا العوله نتاعنا ونصفوهم نركحوهم نحطوهم في الكونجيلاتور نحطوهم دي بورسيون اخر الشهر هذا خاطر الشهر كروفيت البلان سيزون تاعها جويلي اما تبدا من توا نجم يكنجل يهز ويكنجل فهمتني هي بلان سيزون جوان اخر جوان ديبي جويي سم ممكن الكروفيت معناها ما نحكيش في القروان لهنا فما برشا زياده في الاسواق وما ننصح حتى حد الحقيقه ياخذ من هنا الحوت وود البحر بصفه عامه معناها كيلو الكروفيت ما يفوتش 34000 تبدا كروفيت كبيره وبنينه هاني اشوش من عند الشيف يا جماعه تلقاها هكا بلاصه باهية تاخذوا منها ولد بحر الكروفيت كل شيء لقيت هذه تنجموا تبداو تاخذ وتكنجلوا على رواحكم اي اخر افريل اخر الشهر هذا لا سيزون معناها نقولوا احنا تبدا الجمعه يستهدون فوالا تري بيان الوغ للي يخمم شي كنجل ولا باش يخبي انو اخر الشهر هذا يبدا يخمم في الموضوع يبدا يحضر العود فوالا دونك نرجعوا للروسيت الحلوه نتاعنا بطبيعه باش نسحقوا كوم انغريديون احنا باش نعملوا كيك لثمانيه من الناس باش نسحقوا المول نتاعنا بطبيعه مدة التحضير 20 دقيقة ومدة التطيب 30 دقيقة بطبيعة مش برشا صبا لا با صبا خفيفة نظيفة باش نسحقوا 3 عظمات 150 غرام سكر باش نسحقوا 150 غرام زبدة للبريباراسيون 20 غرام
المول معناها مش نديروا بها المول تاعنا، تسحقوا 170 غرام فرينة، باش تسحقوا 50 غرام معجون وكعبة فريز من بعد. تبيع باش نسحقوا معجون، باش نعملوا معجون تيوكال فريز، وباش نسحقوا كعبة فريز هكا للزينة، ولا نجم نحطوهم دي مورسو صغار ونحطوهم في وسط البريباراسيون تاعنا. دونك نبداو البريباراسيون الأولى، باش نخلطوا العظم نتاعنا، باش نركضوهم معاهم السكر. عطيكش لين تولي عندك الكونسيستانت بال، معناها نقولوا احنا يبيض شويه بالطبيعه مع السكر، وتولي الكونسيستانت نتاعنا ايبيس، تولي معناها خشينه شويه. دونك بعد نزيدوا الفرينه اللي هي ديجا تميزي، يعني نقول احنا ديما نغربلوا الفرينه نتاعنا، نزيدوها بشويه بشويه في وسط البريباراسيون، سواء نحركوها بسباتول ولا بالفوي نتاعنا، المهم مش بالركاز. ايوا باش ما تحرقناش البريباراسيون. طيب انا نعملوا ليتاب تتسمى انكوربوري، دخلوها بشويه بشويه في وسط البريباراسيون. باش نزيدوا بالطبيعه ال 150 غرام زبده اللي حطيناه باش تذوب في الميكروون، باش نزيدو على البريباراسيون تاعنا، باش نزيدو 50 غرام معجون تيكال فريز في وسط البريباراسيون تاعنا. اذا نحبوا احنا هكا مطعم تاع غلة، قصوا دي مورسو فريز صغار حطوا في وسط البريباراسيون، اما دو بريفيرونس يكون من داخل. دكتور ما نحطوش من الفوق باش ما يتحرقليش، ولا بعد يعسل لي، ولا يولي لي معناه يتحلي في وسط البريباراسيون، تولي يولي يشرب برشا ماء الكيك، ويولي ما ينجح ليش، ما يعطينيش الفوليوم المزيان. يعني ان النجم نزينو بهم فوق زيت دي مرسوم بعد دي مرسوم اذا بعد. اذا باش نزينو بهم الفوق من بعد كي يبرد معناها تكمل الكويسون نحطهم، اما انا قلت نحط دي مرسوم في وسط البريباراسيون ديجا باش تدخل للفور. دونك نحطو المول نتاعنا، نعبيو مثلا الشطر نتاعو، نحطو لي مرسوم تاع الفريز، وبالطبيعة نغمو باش بكمل تشتغل البريباراسيون، نحطو يطيب لمدة 30 دقيقة على 170 درجة في الفرن تاعنا، وسحب بشفاء للناس الكل كيما قلنا هكا، حتى نجمو ان نزينو من فوق حتى بالكريم والا بالغلة، سينو هذه الغسيت الحلوة خفيفة بنينة مزيانة للناس الكل، وتطيب في 30 دقيقة. احنا اكيد باش نرفعو الاذان لحضراتكم، اذان صلاة العصر تتفوت ورجعنا. بنت رمضان بنت رمضان، مرحبا بالناس الكل معانا بلا موجة هالينا، مرحبا بالناس الكل اللي في الكوجينة، مرحبا بالناس اللي في كراهبها مروحة. هكا احنا نونسوكم حتى للخمسة متاع العشية في بنت رمضان، نعطيناكم الغوسيت متاع اليوم اللي اكيد بتوكال. نعاود نذكركم اليوم الغوسيت متاعنا برغل بالعصبان البحري بالكالمار، اللي قال لك هذا اقتراح شفا من اليوم، والسكري في الدسير عنا كيك بالفريز، حاجة بنينة برشا برشا، وأطيب في ساعة في ساعة في برسك في 30 دقيقة. ألوغ عشاء مزيان وبنين وخفيف وبكل فيتامين وحاجات اللي تنفع الكل. هكا ولا نبداو بها السمان شوفي منا. أكيد 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 شوية هكا بوست، نقولوا احنا بوست نشارجي نور دخلت بوصلة شعر امين وفيتامين وزين صحيح وهي خير حاجه. ان شاء الله خير ما نولي في سين وجين شويه صحيح. المفيد حاجه بنينة، يعطيك صحة شيف امين، ديما هكا تودنا بالحاجات لبنان. سينو احنا عندنا صندوق فيه العجائب الكل، كل يوم هكا نحلوه ونشوف ايش باش يخرج لنا، دائما مع حمزه بالشيخ في صندوق عجب. صندوق عجب يا مرحبا بحمزة بشيخ اللي ديما معنا ومنورنا. عسلامة، مرحبا بيكم الناس الكل اللي تبعوا فينا على 93.3. اليوم كالعادة بالحق حاجة ورثناها وقاعدين نسمع فيها ديما في عروساتنا وفي افراحنا، وثم في نومان هكا مصور شكون منا في عرسه ما يسمعش الشعبانية، وكله نحكي على القراوة معنا يتخمر هكا، والله الشعبانية والبوسة عادية وكل هبلة متاع كشقاش البوسة عادية نعرفها، الشعبانية
الشعبانيه هذه نوبه هذه نوبه من نوبات البوسعديه. هو يقول لك يا حسنه ويا حسنيه يا حسنه يا حسنيه جيبوا لي بوسعديه. يعني بوسعديه ده انا افتكرت بوسعديه في مصر فيرسيو اخرى عندهم بوسعديه هم علي بوسعاده لا بوسعاده انت مشي في مخ بوسعاده هكا لا 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 تظلمني يا جدعان بوسعاده علي بوسعاده حاجه اه يا سيدك شكون شكون ما يعرفش بوسعاده هذه الحاجه الاولى شكون ما شافوش يدور في الزناقي والشوارع التونسيه في المناسبات الدينيه الاحتفالات الشعبيه خاصه في الزوية الصوفية والعروسات كما قلنا قبيله وشكون عمره ما شافوا يشطح في هاك الشطحه قدام اسطنبالي وكش قاشق والقراقب والولاد الصغار يجريوا في جرته يحبوا يكتشفوا يعرفوا شكونه سي السيد هذا مرات فرحانين ومرات خايفين منه ومرات مستغربين من شكله. ها جاش نهار في بالكم علاش بوسعديه يلبس اللبسه هذيك وعلاش يشطح هكاك شنو هي علاقته باسطنبالي وعلاش تسمى بوسعديه من اصله؟ اي سيدك اسمع معايا قصة بوسعدية ما فماش رواية صحيحة بنسبة 100% تحكي عليها هذيك علاش دخلت في باب الأساطير لكن أكثر أسطورة مشهورة البوسعدية تقول أنه كان ملك إفريقي وثم رواية أخرى تقول أنه كان رجل غني برشا في منطقته في أحد دول إفريقيا جنوب الصحراء ناس يقولوا في تشاد وناس يقولوا جيبوتي وفما شكون يقول من جنوب السودان. سي بوسعدية قبل ما يكون اسمه بوسعدية كان معرس بمرأة يحبها وعايش معاها في هنا وسعادة كما نقوله ومن كثرة فرحته وسعادته رزقه ربي ببنية سماها سعدية. يا فرحة ما تمت اخسارة ما دمتش هالفرحة. اي سيدك نهار من نهارات ارجع للدار للقى لمرته وللقى سعدية بنته وقتها اكتشف اللي هما تخطفوا من قبل تجار العبيد اللي كانوا يهجموا على القبائل الإفريقية ياخذوا منهم أسرى يبيعوهم أما في شمال إفريقيا ولا في أوروبا. بوسعدية ما سلمش وقرر يلوج عليهم. أسمع معايا شوف شو عمل بوسعدية. لبس فوق راسه تربوش أكحل مغطي وجهه باش ما يتعرف عليه حتى حد وزينوا هك القناع هذاك زينوا بأصداف البحر وزاد عمل إشقاشق وعقود في رقبته وتحزم بجلد وغطاها بريش الدجاج معاهم شوية عظام كلاب حشاكم وشوية عظام ثعالب القاهم في الطريق كما نقولوا. هو كيك يدور من بلاد لبلاد جابها من ليبيا لتونس لتزير زنقة زنقة دار دار ما نحكي لكم شيء يطبل على دربوكة وينادي على بنته سعدية ومن هنا جات تسميته عند الناس بوسعدية وعلاقة بوسعدية باسطنبالي علاقة كبيرة يعني كي نسمعوا اسطنبالي يلزمنا نراو بوسعدية في المقدمة. عرفتوني على شنو نحكي ولا خاطر كي تبدا كشقاشق تضرب ويبدا كلك الطبول تبدا تنقمر يلزمك البوسعدية كل يبدا لابس ماسك يمشي يخرج ويبدا يجري فك المشيه ولا يعمل فك الخطا هذيك باش العباد تنتبه هكا شويه ويعرفوا اللي معناها حاجه اوريجينال هذيك بوسعدية. يقولوا اللي تسميت اسطنبالي تسميت بالغلط نسبة للباشا اغا اسطنبولي اللي ينحدر من مدينة اسطنبول لكن المؤرخين أكدوا أنه لا علاقة تربطه بهذه المجموعات واللي أصلها ترجع لجماعة سعد الشوشان وإلا بوسعدية واللي يعتبروهم هما من الأولياء الصالحين كيما معناها في الطرق الصوفية يحكيوا على الولية سيدي فلان سيدي فلان في الطريقة هذه متاع الاسطنبالي والواحد ثم الزوز هما يعتقدوا فيهم اللي هو سعد الشوشان والبوسعدية هذا السيد هذا واللي يعتبروهم الأولياء الصالحين. وهالفرقة تقول المصادر اللي جات لتونس مع قوافل العبيد اللي كانت تجي من إفريقيا جنوب الصحراء وتطورت برشا في البلاد خاصة بعد مصدر قانون إلغاء الرق عام 1846. هذه المجموعات الغنائية نلقاها في أشكال مختلفة حسب المدينة اللي استقروا فيها والأشياء اللي توحد بيناتهم في طريقهم في طريقتهم معناها في الغناء وفي هك اللعب بالآلات الإيقاع وكل شيء. وهل في رق هذه عندها نوبات معروفة لليومنا هذا تتغنى في بعض العروسات وإلا في بعض العادات اللي نلقاوهم معناها في العادات الدينية في الموالد في الأفراح في المسرات اللي نلقاو غالبا يصيروا كان في الزوية الصوفية كيما نوبة سيدي فرج البرناوي
وكيف نوبة سيدي سعد شوشي، نوبة سيدي سعد شوشي قلت لكم عليها قبيلة هذيك، يا ولي الله بابا سعد يا رجال الله، هذيك النوبة هيك معروفة برشا. شخصية بو سعدية والاسطنبالي اللي دخلت الفلكلور الشعبي مش موجودة في تونس كهو، ممكن نلقاوها في مدن ليبية ولا جزيرية. هي مش مجرد حركات بهلوانية كما يخطر لنا أول ما نشوفوها، لكن حسب ما يقولوا المشرفين عليها أو حتى اللي درسوا الموضوع بعمق، هي حالة احتجاج واقع مزري عاشوه أصحاب البشرة السوداء، وواقع فيه استعباد ونظرة دونية. حاولت هالحركة الاحتجاجية تعبر عليه من غير كلام مع تكرار أسطورة بوسعدية. في الاخر نحب نختم ونقول بوسعدية هو جزء من تاريخنا وماضينا وحضارتنا العريقة، وهو زاد جزء في حاضرنا. صحيح الحكاية أسطورة، أما العبرة منها صالحة لكل وقت وزمان. بوسعدية إنسان كيفنا كيفه، لكن حكمت عليه الظروف أنه يكون ضحية الاستعباد والاستبداد، وحكايته لازم تكون تذكير لنا بأنه الكلنا كيف كيف، وأنه ما فماش فرق بين الأسود والأبيض. هذه هو صحيح، هذه العبرة، خاصة ما فماش فرق في حتى بشر ولون بشرة خاصة، وما نميزوش حسب لون البشرة. والحمد لله العقلية قاعدة تتبدل وتتغير، هذه نحكيو على سنوات التالي. صحيح فما مازال في بعض البلايص، ولكن دائما يقعد الأمل موجود اللي العقلية قاعدة تتبدل. يعطيك صحة حمزة كما العادة على تنوير الرأي والحكاية المزيانة شويوتة هكا من برشا. إن شاء الله تكون نلت أعجاب سادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله ديما ننوروكم ونتحفوكم هيك تحف اللي أنا نسميها ديما في قالب الفوندو. دفين دي الفوندو معناها هي أنا كلمة كلمة ديما نقولها في المناسبات، حتى الشهر فضيل كيما هكا تجوز فيه كلمة فوندو معناها مزيانة، خاطر حاجة صح. حاجة حاجة فوندو حاجة مصرية صحيح، حاجة أوريجينال بالضبط. هذه هي، يعطيك صحة حمزة بالشيخ، هذيك يعني صندوق أعجب. صندوق أعجب، صندوق أعجب. هكا احنا جاونا شفامين، كيفاش قلوا شو قلت في البنادر؟ اجبد البنادر، قال لك امين، خاطر توحش الجو وتوحشنا هكا الجو القروي. ما كانش مع جنجيه اخويا، كله ولا غشك يلا ابو سعديه سمعني. حاجه بوسعديه ولا حاجه في النوبه شيبانيه؟ كيما تحب انت، كيما انت تحب، كي تحب تعملها ديمونستراسيون كلك على بعضك، مش نغني معاك صوت ما في نعملوا حاجه اخويا نشوفوا الناس كل تبدا حابين. صح صح صح. نمدح لقطه ورجال تونس بالجمله، عليا الحطام الشيخ بابا عبد الله، نمدح لك طار ونسى تونس بالجملة، سعد الشوشة قطع لي طريق البيا، هيا المنوبية. بالله
الله 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 عليك. احسنت احسنت. برافو برافو. تسلم يا شيخ. برافو حبيبي والله. شيخ شيخ يعطيك صحة حمزة بالشيخ على الأجواء. أنا تحت طلبكم في أي وقت، وإن شاء الله ديما تكونوا هكا فرحانين وتدخل الفرحة والبهجة في قلوبكم الناس كل إن شاء الله. يعطيك صحة على الأجواء اللي ديما هكا محسسنا بالأجواء الرمضانية، والناس أكيد اللي قاعدة تسمع فينا في ديارها وفي كراهبها وفي الشارع وما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا هكا، نحب نوصل لكم الأجواء الرمضانية. ومازال الجو بعد بشوية سينو أوسي توت فيت باش نخليكم مع موجز الأنباء وموزيكتنا مكملة معاكم. هذه هي بنت رمضان. بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان. سينو احنا نحبوا نهزوكم لموندو آخر، موندو جميل جدا مع الأستاذ صلاح تطويتي مع المصرية. مع المصري وتوا وقيت مع المصري. مرحبا بك صلاح. لا الاستاذ بقى من الاستاذ صلاح مشيها الاستاذ خلاص ولا سيبو على كل عندك انا حتى رقبت طولت شويه. مرحبا بك يا سيدي. اهلا وسهلا وكل الساده المستمعين. الله يخليك. النهارده قلنا نكسر القاعده شويه، نتكلم على حاجه بعيده شويه عن الامثال. ايوه. واللي جاب لي الفكره حمزه لما حكى عن شخصيه كده، فقلت اشطر الراي. النهارده هنتكلم على شخصيه، الشخصية دي شوية بتبقى مشهورة عنها الذكاء، شوية مشهورة عنها الجنون. يعني متناقضة، ما تعرفش هل الشخصية دي حقيقية. يقال ان الشخصية دي في كل زمان بيطلع واحد بيجسد الشخصية دي، وبيقال ان هي شخصية واحدة على مر العصور. له قصص طريفة جدا، مشهور طبعا بخفة الدم وبفن الرد، واجدع واحد في العالم من وجهة نظري. شاطر جدا في قصف الجبهات. يعني يقصف الجبهات. كان بيتعامل بكل المواقف اللي كانت بتقابله في حياته مهما كانت صعوبتها بطريقة ساخرة وبطريقة كوميدية وبكل بساطة. وكان دايما بيحب يتقمص الأدوار، شوية تلاقيه عامل دور السلطان، شوية تلاقيه عامل دور القاضي، شوية تلاقيه عامل دور الحرامي. يعني شخصية مفيش زيها. وكان يظهر قدام الناس ان هو مجنون، لكن كان أذكاهم وكان قريب جدا من السلاطين. مين الشخصية دي؟ جحا. جحا جحا شحا اسمه عرفته شحا. جحا ده له نوادر كتير وله حكايات كتير. أسطورة. طبعا النوادر والفكاهة. جحا يعني هو يقال ان هو اصله عربي ويقال ان هو اصله تركي، ايا كان الاصل لكن هو جه في العرب ونوادره كلها في العرب. فالنهارده يعني هنحكي قصه طريفه جدا اللي هي جحا والتاجر. تمام. في يوم من الايام جحا راح السوق، وكان من عاده جحا ان هو لما يروح السوق كان يدخل ويمشي على الناس ويحسسهم ان هو سلطان وملك، ويمشي يسال على سعر كل حاجه وياخد الحاجه يدور عليها ويشوفها ويسال على الاسعار ويفاصل، يعني كانه هيشتري نص السوق كله، وما كانش بيشتري حاجه. هو من عادته كده يروح يعمل نفسه شخصيه مهمه جدا ويخلي الناس كلها دايما تدور، ويعمل ايده ان هو هيطلع فلوس وتلاقيه مطلع منديل يمسح وشه، وفي الاخر ما يشتريش حاجه. لحد ما التجار اتخنقوا منه جدا، يقولوا يعني بيجي مثلا بيقعد بنص ساعه ولا بساعه يقعد يدور على الحاجه كلها، ويطلع لنا الحاجه من الحانوت او المحل بتاعنا كلها لبره ويتفرج عليها وما يربحناش حتى دينار واحد. يعني دايما قلبه كده قاسي علينا. فاحد التجار في مره خلى جحا وهو دخل السوق قال لهم اسمعوا، قالوا له نعم، قال لهم انا هضحككم على جحا النهارده وهخليكم تضحكوا عليه وهخلوه مسخره في وسطكم. فقالوا له ازاي؟ قال لهم اسمعوا بس. فهو جاي جحا من بعيد، قال له يا جحا، قال له نعم، قال له تصدق وانت جاي من بعيد عرفت الحمار بتاعك لكن ما عرفتكش. فالناس ضحكت. فجحا قال له عندك حق، ما هي الحمير بتعرف بعضها. فردها له الصعصعين، يعني ده قصف جبهه. فالراجل اتضايق جدا، فحلف لا ياخد الطار بتاعه من جحا. فترهن مع بعض التجار وقال لهم ايه رايكم لو انا ضربت جحا بالكف على وجهه او على قفاه على قفاه من غير ما يشتكيني ومن غير ما يضربني ومن غير ما يطلب مني اي مقابل ولا اي ذيه؟ فقالوا له انت بجد؟ قال لهم والله بجد، هضربه بالكف على قفاه تمام، وهتشوفوا انا هعمل ايه علشان اخد الحق منه، حق منه واخليه مسخره قدامكم. وبالفعل الراجل استنى تاني يوم لما جحا جه كالعاده وداخل عامل فيها السلطان وقعد يدور في السلعه. فجحا كان لابس عبايه ومدي ظهره للتجار، فالراجل جه من وراه ورفع ايده وضربه على الكف او بالكف على قفاه.
فاول ما جحا تلفت قال له جحا سامحني ده انا ما اعرفش ان انت قال له يا راجل ما انا ما اعرفش ان انا قال له بجد سامحني ما اعرفش ان انت ده انا كان في بالي ان انت حرامي كان سرق مني فلوس من 6 شهور وكان لابس نفس الثياب بتاعتك قال له حرامي لابس نفس الثياب بتاعتي اللي انا كل يوم باجي لكم لابسها على العموم انت قصد تضربني قال له لا انا مش قاصد وسامحني فجحا تملك نفسه كده ورايح يضربه فالتجار حشوه قالوا له خلاص يا جحا التجار بقى مع التاجر زميلهم قالوا له خلاص يا جحا الراجل ما كانش قصده فالراجل قال له الا يرضيك ان انا اعتذر لك قدام الناس قال له انا مش قابل اعتذارك وعايز حقي قال له طب ايه اللي يرضيك يا جحا قال له اللي يرضيني ان انا اخد التجار اللي هم الشهود دول وتيجي معايا ونروح لواحد يحكم ما بيننا فقال له فالراجل قال له ايه يرضيك ان احنا نروح لكبير التجار بتاعنا قال لهم يرضيني فلما راحوا هناك كبير التجار اللي هناك ده بقى كان يقبل العمى ولا يقبل جحا ما كانش بيحب جحا جدا وكان بيكره جحا جدا فاول ما دخلوا عليه السلام عليكم وعليكم السلام فقال لهم يعني في ايه قالوا له والله الرجل ده ضرب جحا وما كانش يعرف ان هو ايه جحا وبيحسب واحد حرام فقام جاي التاجر قال له جحا كده بنظره من الاستهزاء قال له اعتذر لك يا جحا قال له ايوه اعتذر لي قال له وانت قبلت الاعتذار قال له لا ما قبلتش الاعتذار قال له طب ايه اللي يرضيك يا جحا قال له اللي يرضيني ان انا اخد حقي من الراجل واقتص منه قال لي يا جحا سامحه ما هو الراجل كلهم فرحانين وعاملين يعني ايه مكيده كلهم لجحا قال له اسامحه لا مش مسامحه قال له طب انت يرضيك ان الراجل يديك 20 دينار دلوقتي كديه حق الالم اللي انت خدته على فك فجحا سكت كده وقعد يفكر قال له ماشي يرضيني فالراجل التاجر الكبير اللي هو كان يحكم بينهم غمز للتاجر التاني بعينيه غمز له بعينيه وقال له ايه هات ال 20 دينار فالراجل قال له انا ما معيش فلوس دلوقتي هروح المحل اجيب ال 20 دينار من المحل وهرب فضل قاعد نص ساعه جحا يقول للتاجر الراجل للتاجر فين الراجل قال له شويه وهيجي ساعه شويه وهيجي ساعتين وشويه ما يجي فمن ساعه الغمزه دي جحا عارف ان هو معمول عليه حوار يعني زي ما بنقول حكايه ان هو الراجل يهرب فجحا قال له يعني الراجل مش هيجي قال له ما احنا مستنيين الراجل يجيب لك ال 20 دينار فجحا قال له واديني مستني فضل مستني الراجل ما جاش فجحا خلى التاجر الكبير اللي هو كبير التجار واقف قدام الناس وسط السوق اتلفت كده وعطى ظهر الجحا فجحا جاب من وراه وضرب عن ايده وضربه بالكف على قفاه فالتاجر اتلفت لجحا فجحا قال له يا نهار اسود تصدق انا بفتكرك حرامي كان سرق مني فلوس من 6 شهور انت نفس لابس نفس الثياب بتاعته جحا ردها للتاجر بتاعته فقام جاي التاجر قال له ايه انت بتقول كده ليه قال له اسمعني انا ضربتك بالكف على قفاك دلوقتي قال له اه قال له انا لسه مضروب قبل منك بساعه بالكف على قفاي قال له اه قال له لما الراجل يجيب ال 20 دينار خدها انت يعني خد حقه من كبير التجار كلهم فدي كانت حاجه بسيطه من نوادر بقى لا هم ما بيسيبش حقهم وكلهم بيحسبوه مجنون لكن هو كان أذكى واحد فيهم فدي كانت حاجة بسيطة من نوادر جحا وإن شاء الله نحاول كل فترة كده ننوع شوية مثل على شوية حاجة لجحا وكتير مفاجآت ياما في الجراب يا ساحر زي ما بيقولوا فإن شاء الله نمتعكم دايما وهو الملهم بتاعي دايما في الحاجات دي حمزة دايما يعني بيجيب لي فكرة كده أنا ببني على أساس الفكرة دي العفو أخي الله واحد مليم والتاني بيجوعان هاتك سحب حق صراحة حكيت جحا يقعدوا الحقيقة في الذاكرة شكون ما يعرفش حكاية جحا ما دائما من المحلة ومنوادر جحا يا حسرة تتذكر نور تتذكر نور احنا صغارك المسلسل جحا تذكروا في الوطنية وقت يجيبوا فيه والقصص الصغار ويما سمعنا حكاية يقعد من الشخصيات الحلوة برشا في ثقافتنا العربية لا محالة جحا مش كان حتى في التونسية ولا في المصرية في العربية عربية صح بالضبط أغياتك صحة صلاح مرة أخرى هذه كانت مع المصرية مع المصري وتوا وقيد مع المصري يلا احنا هكا بريسك وصلنا للفان ليميشن نتاعنا لليوم تبقى انه نعطيو الحل نتاع تشنشينتنا لليوم زعما امنة صحيحه زعما انت ايش تقول خلينا نقول صحيحه هذه صحه برافو يعطيكم صحه زاد الناس لكل اللي دائما تجاوبوا بالصحيح الوغ نعاودوها لاخر مره التشنشينه نتاعنا تقول على خضره على خضره
بجنب حمراء ما بين العواد المثقفين. هذا قول عبد الصمد ما يعرفوه كان العارفين. الو العواد المثقفين هما ريالمون القفص الصدري. القفص الصدري يعطيك الصحه حمزه. الو احنا نحكي يعني هاني قلت لك عطيتك دو انديس قلت لك راهو القفص الصدري ومعناها وسبحان الله معناها كل عبد الصمد معناها صحيح. الو بالضبط نحكيو على الكبده والمراره. الو يعطيكم الصحه الناس كل اللي طلعتها ودائما معنا في الاستماع. دائما نذكروا راهو فما كادو مزيان في اخر لا سومين بالنسبه للناس كل اللي تفاعلت معنا على التشنشينا على طول الاسبوع. شكر كبير ايضا لشهله بالقاسم على النحاس القروي والنحاسه والكسكيز والمبخرة والمرش والحاجات الحلوة الكل اللي مزينة الاستوديو. أكيد تلقاوها شهلة بالقاسم ولزختيك الهدومة الكل والكويف الكويف الحلو برشا برشا في القرية الحرفية في بريا بال هي خنقولوا الجوست الديزاين متاحة كويفر ديزاين باي شهلة بالقاسم. يعني كويفر ديزاين باي شهلة بالقاسم انحاس. هذا اكيد القروي امتعنا تلقاوه عند مدام شهلة في القرية الحرفية ببروتة في القيروان. شكر كبير لتوكال الجيمة وامنت لنا الحصة كما كل يوم وعلى طيلة الشهر رمضان اكيد بتماتم البنينة والهريسة الحلوة. علاش الحلوة؟ خاطرها ما فيش كل القروسية وحرورتها بنينة برشا برشا. اكيد نحكيو على منارة جربة نحكيو على زادة لي برودوي الكونفيتور على كل لون يا كريمة. وانتوما زادة مشكورين الكل دائما في الاستماع وفي المتابعة. غون ميرسي للكيب تكنيك اللي كانت معاكم. شكرا كبير لزميلنا احمد. شكرا كبير لزميلنا سهيل في الاخراج والديجيتال. سينو يعطيك الصحه حمزه بشي عايشك عايشك نور ربي فضلك. نشكر زاد الناس اللي قاعده تتبع بالحق وفي الحكايه هكا المزيانه والحكايه الفوندو بمختلف الفقرات الكل بالحق مشكورين له خيان الكل. يعطيك الصحه شيف يعطيك الصحه حبيبي. تسلم يا حمزه. تسلموا كلكم والله. يعطيك الصحه صلاح مشكور. يا نور ربنا يخليك وبجد جو جميل جدا وفقرات مميزه وزي ما بقول اللي يعني ايه اللي يحب لسنا الوحيدون ولكننا المتميزون. الله يخليك ان شاء الله. واللي يحب يقلدنا يحاول يعمل زينا بقى. عاوز بس انوه بسرعه عشان الشيف ما كانش معانا في البدايه عن قصه التسامح. لما جيت حبيت رساله معينه ان احنا شهر البركه وشهر التسامح وشهر المغفره واللي زعلان من حد يسامحه. وانا بدات بنفسي وبرجع تاني انهي بنفسي وبقول بحبك يا انا وربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك وحقك عليا. يعطيك الصحه والله احسن كلام احسن كلام شيف. يعطيك الصحه برغم اللي والله يا جماعه راهو الشيف قديش محلاه برغم كان لاحظتوا هكا صوتو هكا فيه شويه بحة. اما جاي اليوم بحنانا ويحب يكون معانا ويودنا كان بالحاجه الباهيه بالحق. شوف مين يعطيك الف 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 صحه. يعطيكم الصحه. عملنا جو كما كل انسان صوت القناه العاده من الاثنين والجمعه مع روسيت وكان. وان شاء الله ديما فما جديد وان شاء الله ديما ندلم. امين يا رب. بروبوزيسيون ديك بروبوزيسيون سي عندك زيت والقرص بنت شقال الفطر فهمني انزل على زيت والقرص فهمتني ويقولوا شويه بن هو من عشره تعال صحيت تعال لو مش هتند والله هي صحيح حاجه هكا والله لسه بدر بدر عليها بدر عليها. شفت ريا وسكينه بدر عليها بدر عليها بدر عليها بدر عليها. يعطيكم الصحه الناس الكل في البلاتو. كنت معكم نور بيجي من قدام الميكرو. ان شاء الله غدوه زاد نتلاقاو معكم في نفس التوقيت ان شاء الله دائما بنفس المحبه بنفس الاجواء الحلوه بنفس الموجات الايجابيه. ان شاء الله يا ربي تفطروا وتصوموا وتفطروا بالصحه ان شاء الله هكا دائما البركه موجوده. وما بقى لي كان باش نقول لكم ادما تصبحوا على الف خير. مع بنت رمضان الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى.